اللي عزمتهم أقرب ناس ليه. عمر عبد العزيز يكشف سبب عتبه بعد انتشار خبر عقد قرار. عتبتها بس احنا عارفين بوشي كويس. انسان بحب الانطواء اساسا, وبعدين في سني وبتاع فرح ايه يا راجل, والبس بدله وامسك ورد وحاجه. لا يا حبيبي كده حلو. ده انا زعلان ان الخبر انتشر بالشكل ده, كان كتير يعني. انا بحب الخصوصيه في حياتي الخاصه. فخبر عقد قران عمر عبد العزيز اتصدر عناوين الصحف الفنيه من بعد ما نشرت بوسي شلبي صور من الحدث, بالرغم من انه كان حريص على ان تكون الاحتفاليه وسط اجواء عائليه بحضور الاهل والاصدقاء المقربين من الوسط الفني. عتبتها بقول ده, بس احنا عارفين بوسي كويس يعني. واللي عزمتهم اقرب ناس ليا يعني, ميرفت امين دي اخت عمري يعني, ولبلبة وعماد رشاد وهاني لاشين اقرب الناس ليا يعني, ومحمد ياسين ابن اختي, وكريم طبعا بصفته قريب. وكان عنده عتب كبير على تعليق بيخص الاسم ده بالذات. اتكتب ان اخيرا تصالحت مع كريم عبد العزيز ومحمد عبد العزيز بعد قطيع. احنا اسره مترابطه وعمرنا الحمد لله ولا حصل اي حاجه, فناس عشان يكتبوا عشان ناس تبص, ده ما حصلش خالص. حتى انه شرح سبب عدم وجود عمل لحد النهارده بيجمعه مع كريم عبد العزيز بالرغم من انه معجب بفن كريم. جيل تاني يعني, ما اما يجي وقت هنشتغل اذا في موضوع يصلح ليه. احنا متواصلين. انا نفسي كريم يشتغل مع محمد ياسين ابن عمته لانهم جيل متقارب. هو اعلى 3 ايرادات في تاريخ السينما فيهم كريم, عقبال الرابع والعاشر والعشرين ان شاء الله. ورغم مسيره عمر الطويله في الاخراج, حاليا مش بنشوف اعمال من بصمته, وكشف لنا انه مستبعد في الوقت الحالي. مش انا اللي بعدت, احنا جيلي كله اتبعد, استبعدنا كجيل. وحتى الاساتذتي يعني, علي بدر خان ما بيشتغلش, محمد عبد العزيز ما بيشتغلش, خيري بشاره ما يعني. للاسف المعادله بقت صعبه شويه, لانهم عايزين مخرجين بيسمعوا الكلام, وده مش هيحصل ابدا. احنا اتربينا, احنا الحريصين على شغلنا. انا مش هدخل فيلم مكتوب نصه, او ادخل مسلسل مكتوب فيه حلقتين, ده مش هيحصل ولا هيحصل ليا ولا لجيلي ابدا. لا اتصور ان يجيبوا الممثل قبل ما يجيبوني انا كمخرج. يبقى انا جاي ليه؟ ان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر راجعين, وراجعين قريب اذا ربنا ادانا عمر, وهنشتغل بطريقتنا.